والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع بعض الأسئلة التي وردت إلينا نجيب عنها بأمر الله سبحانه ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال يقول: حكم صلاة المفترض خلف المتنفل، هل هي جائزة أم لا؟ هذا السؤال يمكن نتعرض له كثيرا في شهر رمضان. بعض الناس قبل ما ينتهي من الإفطار وينتقل إلى المسجد الذي يصلي فيه صلاة العشاء والتراويح، ربما وصل متأخرا وكانت الصلاة قد أقيمت لي صلاة العشاء، فيقوم بعض الناس يتنفل فيصلي آخر وراءه، أو يأتي الرجل وهم يصلون صلاة التراويح فيدخل خلف الإمام يصلي خلفه، الإمام بيصلي صلاة التراويح وهو يصلي صلاة العشاء، يبقى ها هنا الإمام متنفل ومن وراءه مفترض يصلي الفريضة. قد يحدث ذلك أيضا بعد صلاة ربما المغرب، إنسان يدخل المسجد انتهى من الصلاة، واحد بيصلي السنة يدخل يصلي خلفه، فهل مثل هذه الصلاة تجوز جماعة، ويجوز أن هي تحسب جماعة، وتجوز صلاة الإنسان الإمام بنية أنه متنفل والمأموم بنية أنه مفترض؟ نقول إن شاء الله يجوز ذلك ولا تثريب على فاعله. وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي صلاة العشاء خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي مأموما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل إلى المسجد المجاور لمسكنه في المدينة يصلي بهم صلاة العشاء، وقد صلى الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يصلي بهم صلاة العشاء فإنه يصلي بهم نافلة له، يبقى هو يصلي نافلة لأنه قد صلى الفريضة وهم يصلون خلفه الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بهذا الأمر ولم ينكر على معاذ صنيعه، وإنما أنكر عليه شيئا آخر. لما كان معاذ رضي الله عنه يصلي بالناس فأطال في القراءة، ورد أنه قرأ البقرة وجاوزها، فكان أحد الناس، وكان معظم أهل المدينة يعملون في فلاحة الأرض، يعمل طيلة نهاره وهو مجهد، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه شاب فتي أطال في القراءة وأطال حتى أجهد الناس، فإذا بالرجل وقد فارقه وخرج من الصلاة، ولم يسكت معاذ وإنما اتهم الرجل بالنفاق، فإذا بالرجل وقد غضب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا، فغضب صلوات ربي وسلامه عليه وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أي أتريد أن تضل الناس وأن تفتنهم عن دين رب الناس سبحانه؟ ووضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة، وهي: من أما بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض وذا الحاجة. يبقى الإنسان لما يكون إماما لأناس يصلي على قدر أضعفهم، كما يقول بعض الناس: الضعيف أمير الركب، الضعيف أمير الركب. يبقى الإنسان لما يصلي لا يمكن أبدا أن هو يضيع أركان الصلاة من الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين إلى غير ذلك، لابد فيها من الاطمئنان. والقراءة، القراءة هذه نافلة ليست ركنا من أركان الصلاة. عفوا، السؤال ونتم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
الو السلام عليكم، اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ، عندي ثلاث اسئله. اتفضلي. السؤال الاول، ما هو حكم من يقول في هذا العام الجديد كل عام وانتم بخير؟ ثانيا، السؤال الثاني، ما هو حكم الاحتفال به بعدم النية انه عام للنصارى؟ حكم الاحتفال به بايه؟ ثاني السؤال، ما هو حكم، اعتذر على هذا السؤال، ما هو حكم بعض الاعلاميين في القنوات الدينية يقولون كل عام وانتم بخير في هذا العام؟ وشكرا. شكرا لها. فالقراءة في الصلاة اللي هي غير قراءة الفاتحة ليست من أركان الصلاة، يعني نقول عنها أن هي من واجبات الصلاة، ونعلم أن هناك فارق في الصلاة بين الركن وبين الواجب. الواجب إن تركه الإنسان يمكن أن يسجد للسهو، بخلاف الركن، الركن لا يجبر بسجود السهو. ومن ثم فإذا كانت القراءة بعد قراءة الفاتحة، أقصد ذلك، ليست من أركان الصلاة، وإنما من أركان الصلاة الركوع والرفع من الركوع. ومن ثم فلا يليق أبدا ولا يسوغ لإنسان يكون إماما بالناس أن يطيل القراءة إلى حد الإملال ثم يضيع أركان الصلاة، فلا يأتي بتمام الصلاة من حيث الركوع ولا الرفع ولا السجود ولا الجلسة بين السجدتين إلى غير ذلك. يبقى أرجو أن ننتبه إلى هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ وأمره أن يخفف، وأمره أن يقرأ من قصار المفصل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علم بصنيع معاذ ابن جبل رضي الله عنه وبصلاته العشاء بقومه ولم ينكر عليه ذلك، وعلى الرغم من أنه متنفل وعلى الرغم من أنهم يصلون صلاة الفريضة، فدل ذلك على صحة صلاة المتنفل المفترض خلف المتنفل. وأنبه على ذلك لأن بعض الناس يقول بعدم جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم، يعني لا يجوز أنه يصلي فريضة وده يكون متنفل، هذا قول غير صحيح. فالدليل هو الحجة في هذه المسألة على جواز أن يأتم المفترض بالمتنفل لحديث معاذ الذي أشرنا إليه، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومحاضر اسكندرية مع حضرتك. اتفضلي حضرتك. والله أنا معايا ثلاث أولاد من زوج تاني، فيهم بنتين وولد، ودلوقتي انا ما جبتش منه اولاد يعني، بس انا معايا اولاد من زوج تاني وكبار يعني في سن بلوغ كده. فهل دلوقتي ست منقبه، هل دلوقتي ممكن اقعد براحتي قدام ابنه اللي هو عنده مثلا 16 سنه دلوقتي، واولادي معاه اولاد هو برضه بعاد التين؟ طبعا الاختلاط زي ما انت فاهم. عايز اعرف يعني حرام ان احنا يعني نبقى مع بعضينا في البيت، انا متجوزه بقى 4 سنين بس. عايز اعرف يعني اعيش يعني انا بقلع هدومي بقعد عادي كده قدام الولاد، يعني حرام ولا حلال؟ حاضر. وسؤال الاخ عزيز دعي لي بس الله يكرمك يا عم الشيخ ان اتنظم على صلاه الفجر. الله يسترها عليكم. الله يحفظك. اللهم امين يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه. اتفضلي حضرتك اتفضلي. ايوه سيدنا الشيخ لو سمحت. انا والدي متوفي وانا عندي 11 سنه، والميراث طبعا كان مع اخواتي، وبعد ما اتجوزت بسنتين قسموا الميراث ده، وانا كان من نصيبي ربع فدان. فبعد كده حصل كلام مش عارف ايه، واخوكم هيبقى مظلوم وكلام من ده، فكتب ورق ان كل بنت لها 10,000 جنيه ماشي. وبحلول شهر سنة 2007 اللي ما تاخدش فلوسها تاخد ربع فدان بتاعها. ف 2007 دي اخويا توفى. بعدها بكام شهر جوزنا ابنه الكبير علشان البيت كان فاضي على مرات اخويا دي. وبعد كده ما باخدش ايراد من الارض واي حاجه،
ولا اي حاجه وعايزين ياخد ال 10000 جنيه دي. فانا مش عارفه انا كده بفرط في حقي وبخلي اخويا يدخل النار بسببي ولا ايه؟ بسال حضرتك يعني اخد ال 10000 جنيه واسكت ولا اطالب بالربع فدان؟ حاضر. اللي فدان ثمنه كام تقريبا؟ الفدان ما يقلش عن 200000 جنيه. طيب وانت حضرتك لما كتبت الورق ده كان ثمن الفدان امتى؟ كتبنا الورق ده وتمن الفدان اكتر من 100000 جنيه. بس اضطرينا نسكو، انا ما كنتش راضيه وقلت لمراته انا مش راضيه على القسمه دي. قالت لي انت مالكيش دعوه، انت عمرك ما طلبتي مننا فلوس ولا عمرك خدتي مننا حاجه، وان شاء الله هتبقي مرضيه وهندوك اللي انت عايزاه. فبعد اخويا ما توفى دلوقتي الارض مع اولاده. عايزين يدوني نفس اللي مكتوب في الورق وفوقه 2000 جنيه للامانه يعني. فانا مش عارفه لو اخدتهم ابقى بظلم اخويا في قبره ولا اعمل ايه، مش عارفه. حاضر ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ السلام عليكم. الله يحفظك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. بس في سؤال بس حضرتك بالنسبه للمقابر يعني. اتفضل. مجموعه مقابر كبيره جدا يعني، فاحد الناس قال لهم ان المقابر يعني حضرتك جهه المشرق والمغرب يعني. فقال ان قال لهم ان دي المقابر دي مش على القبله، بالتالي الموت دول لم يدفنوا على القبله يعني. هل يلزم ذلك هدم كل هذه المقابر؟ يعني ده هو بيفتهم بذلك؟ ايه؟ بيفتن ان هو كل المقابر تهدى. بيفتن ان دي المقابر كلها وبالتالي الموت كلهم على غير القبله يعني. المقابر دي بقى لها كام سنه؟ كتير، بلا كتير جدا يعني. عايز يهدم كل المقابر وينتهك حرمه الموت يعني. شبه الفتوى كده ان هو يعني هو جعل كبير البلد ديت وقال له انت تبدا، فبالتالي هو بنفسه بدا وهدم بالتالي وعمل المقابر، مع انها لو اتعملت جهه القبله ما فيش مساحه ارض تكفي يعني عشان يعملها بالقبله بالظبط يعني. طيب حاضر. فحضرتك بس عايزين الحديث اللي يدل على ذلك، ولا وهل هذا صحيح ولا؟ جزاك الله خير. الله يحفظك، ربنا يحفظك. السلام عليكم. طيب بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل وبتقول حكم من يقول في هذا العام الجديد كل عام وأنتم بخير، لعلها تقصد حكم التهنئة برأس السنة الميلادية. الأخت الكريمة بتثير هذه المسألة هي حكم الاحتفال بأعياد غير المسلمين، حكم الاحتفال بما يسمونه الكريسماس، وإن احنا نقول كل سنة وأنتم طيبين. ولاحظت هي أن بعض القنوات الدينية تقوم ببذل التهنئة للناس في هذه المناسبات فتسأل عن الحكم في ذلك. نقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد أن الأعياد من سمات كل أمة، الأعياد من السمات المميزة لهوية كل أمة، والأعياد عندنا في الإسلام أعياد توقيفية. أعياد توقيفية بمعنى أنها تثبت بالنص الشرعي لا مجال للاجتهاد فيها، يعني ما عندناش في الإسلام كما كان يحدث في بعض الدول، ومنها ما كان يحدث في مصر. كان في مصر يوم 11 فبراير هذا كان عيدا تعطل فيه المصالح الحكومية. 11 فبراير ده في الأربعينات، ده كان عيد ليه؟ لأن الملك فاروق ولد في هذا اليوم، يبقى يوم ميلاد الملك هذا يكون عطلة رسمية. كتولد في 11 فبراير، يبقى 11 فبراير ده كان أجازة وظل سنوات طوال تعطل المصالح الحكومية وتغلق المدارس إلى آخره. طب إذا كان عيد ميلاد الملك عطلة رسمية وعيد تحتفل البلاد به، فكيف بيوم جلوسه على العرش؟ تلاقي بلد تانية بتحتفل بيوم جلوس الملك أو الملكة على العرش، وهذا أمر لا ينتهي. كل ثورة تقع في بلد يحتفل بها
وتعطل فيها المصالح الحكومية ويعطل العمل ويتعطل الإنتاج على قلته، يكون في تعطيل للإنتاج في البلد. يعني بلد زينا في مصر الإنتاج فيها ضعيف ونحتاج إلى العمل وبذل الجهد لرفعة بلدنا، ورغم ذلك نجد أعياد كثيرة جدا، كان ثورة 23 يوليو دلوقتي ثورة 25 يناير، كان ثورة التصحيح 15 مايو 18 يونيو اللي هو جلاء الإنجليز، إلى غير ذلك من الأعياد التي لا تنتهي، السادس من أكتوبر، يعني إلى غير ذلك ما هو معلوم، شم النسيم، أعياد كثيرة جدا. وسبحان الله نجد الأعياد الدينية في الإسلام عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، هذه هي الأعياد الشعائر التي في ديننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الشيخ الله يحفظك فضل، لو سمحت أنا عايز على سؤال اللي هو زيارة المقابر في يوم العيد، يوم العيد نفسه ولا أيام العيد اللي هي الثلاث أيام أو أربع أيام اللي هو محرمة؟ حاضر. طب معلش سؤال ثاني تفضلي. عندنا اللي هو المشايخ اللي بيزوروه اللي هو زي مثلا السيد عبد الرحيم، لو واحدة عندها العذر الشهري يقولوا لها ما تدخلش تزور، ممكن يعني عليها اسم على المسجد يا حاجة ولا على القبر نفسه؟ لا هو بيكون لي مكان بيصلوا فيه ومكان تاني فيه الضريح بتاعه، ففيه هو نفسه يعني على الضريح لما تروح تزوره، فبيقول لنا ان اللي عليها الدورة ما تخشش تزور. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يحفظك فندم. نصات عندي سؤالين. تفضل. امبارح وانا بصلي العصر بعد الركعة الثانية نسيت اروح التشهد. نسيت اقعد سجدتين، فكده الصلاة خطأ ولا صح؟ يعني أنت ما جلستش للتشهد بعد الركعتين اللي هو التشهد الأول وما سجدتش للسهو يعني. حاضر. والسؤال ثاني تفضل. النهارده كان في جميع حدث، فكان في حريم كتير يعني، فانا متوقع خلاص الحريم كيف ترى الغول؟ والله انا مانيش سامع السؤال، مش واضح عندي. نعم الصوت مش واضح عندي، لو حد من الاخوه في الكنترول سامعني بلغني السؤال بعد اذنك. بقول لحضرتك كان في جميع حدث النهارده في 50 ساعه كتير، فكده خد كان في جنازة وانت شلت الجنازة؟ لا. طيب حاضر. التكملة لسؤال الأخت الكريمة اللي بتسأل عن حكم التهنئة بالعام الميلادي الجديد، ويعني تكلمنا ان الأعياد توقيفية، وفي الإسلام عندنا عيدان هما عيد الأضحى وعيد الفطر. عيد الفطر بيكون عقب أداء العبادة لعبادة الصوم، وعيد الأضحى بيكون في الحج والأضحية، فاقترنت الأعياد في الإسلام بطاعة رب العباد سبحانه، والذي سن لنا هذه الأعياد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصنعها أحد ولم يخترعها أحد من البشر، وكما نعلم أعياد توقيفية مردها إلى النص الشرعي. بعض الناس الحقيقة اللي هم بيحاولوا إن هم يعني لا يستمسكوا بهوية الدين الإسلامي، بيحاولوا دوما يطوعوا الإسلام على أي اتجاه آخر. مثلا في أيام عبد الناصر قرأنا عن الاشتراكية والإسلام، حتى قال أمير الشعراء وقد أخطأ في ذلك خطأ بينا، الاشتراكيون أنت إمامهم، ونعوذ بالله من ذلك. الإسلام لا يعرف لا الاشتراكية ولا الرأسمالية لا الشرقية ولا الغربية، الإسلام له ذاتيته التي تتميز عن غيره،
من اعتقادات البشر، من الأفكار، من الأحزاب، من الهويات، من الفلسفات، من المعاملات، من الاقتصاديات، له ذاتية تميزه عن كل ذلك. لما جه الانفتاح الاقتصادي ابتدينا نقرأ عن الملكية الفردية في الإسلام، ونتكلم عن الرأسمالية والإسلام إلى غير ذلك، في المقارنات الظالمة اللي بنحاول نطوع الإسلام فيها لأي قالب إحنا نريده ظلما وعدوا بغير حق. فالحقيقة بعض الناس يأخذ النصوص ويحملها على غير محملها، فيستند إلى يوم بعاث لما كانت الجاريتان تغنيان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل أبو بكر فنهاهما عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإن لكل قوم عيدا. استندوا إلى ذلك وقالوا بأن يجوز الاحتفال بالأعياد، يجوز تعطل الوسائل الحكومية والمصالح وتوقف الإنتاج إلى غير ذلك. أين هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لم تقل أن هذا قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلكم الله خيرا منهم، يعني عيد أفضل من الأعياد؟ لماذا تقول أن هذا الحكم قد نسخ؟ لماذا لا تقول أن الأعياد في الإسلام توقفية؟ ويستند إلى النص ويأتي به كحال بعض الناس الذين يريدون أن يجبروا المرأة على الصفور، فإذا بهم يناضلون وينافحون بأدلة صحيحة وجد فيها كشف المرأة لوجهها، ولكن كثير من هذه الأدلة كان قبل نزول آية الحجاب، يعرض عن ذلك ولا ينتبه إليه، لأن المسألة عنده اعتقد ثم استدل، فيلوي عنق النصوص ولا يتحلى بالإنصاف، وإنما يأطر النص أطرا على ما يريد. فالأعياد عندنا في الإسلام أعياد توقفية، هذه هي هوية الإسلام، بل إن هذا العيد اللي هو عيد رأس السنة، وهذا لا يعنينا في كثير أو في قليل، مختلف فيه عند أصحابه، مختلف في هذا العيد، فنجد اللي يقول إن هو في يوم 25 يناير، واللي يقول في يوم 7 يناير إلى غير ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما بين ثلاثة أسئلة يا شيخ. نعم. وأرجو منك الإجابة قبل ما ينتهي الوقت. تفضل. يعني سألتك أكثر من مرة ولم تجبني وانتهى الوقت. معلش تفضل. السؤال الأول: كيفية صلاة الوتر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يصليهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة؟ هل كل ركعة يصلي فيها بالفاتحة والسورة وبينهما التشهد بكل ركعتين أم لا؟ وسؤال ثاني: ما معنى اشتري لي وأربحك؟ من الذي يشتري لي؟ هل هو التاجر أم غير التاجر؟ والسؤال الثالث: لا إله إلا الله محمد رسول الله. السؤال الثالث: أيهما أولى، أن أشهد جنازة أم درس علم؟ وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. الله يحفظك. تفضل. ربنا يبارك فيك. واحنا دلوقتي يا شيخ الله يكرمك عايزين بس نبين امر حكم الزواج من اهل الكتاب، هل هي من يعني كان في اخ كان يتكلم فيها في المسجد قبل كده بيقول ان هي اهل الكتاب دي اللي هو يعتبر مش ان هو اللي بيقولوا اللي هم دلوقتي ان عيسى ابن الله ولا عيسى ثاني ثلاثه ولا بيقول لك يعني خلاص فهمت سؤالك واستدل بابن عمر وابن عباس مش كده؟ ايوه تقريبا كده. طيب احنا شايفين جواز دلوقتي اللي هم الحالين دلوقتي. حاضر حاضر على عيني حاضر. جزاكم الله خير. الله يحفظك الله يحفظك. حاضر. اللي بالنسبه لي اللي تتمه السؤال وبعدين نجاوب سؤال الاخ اللي قال جاوب الان اتصل قبل كده ولم نجيبه او لم يتسع الوقت. فبالنسبه للاعياد، الاعياد عندنا اعياد توقيفيه من هويه هذه الامه ومميزات هذه الامه، فينبغي ان احنا ننتبه لهذا الامر. أهل الملل الأخرى الأعياد عندهم حتى متفاوتة بين الطوائف المختلفة، فهتجد أن عند الكاثوليك يختلف عن البروتستانت، يختلف عن الأرثوذكس، ولا يهنئ بعضهم بعضا بهذا العيد، يعني هم أصلا لا يهنئ بعضهم بعضا بهذا العيد،
لقولهم إيمان مختلف. الإيمان هنا يختلف عن هنا، طبعا خلاف معروف بينهم في طبيعة المسيح عليه السلام، هل هي طبيعة إلهية كما يزعمون أم طبيعة بشرية إلهية كما يزعم بعضهم أيضا. ونبرأ إلى الله سبحانه من ذلك، بل نقول عبد الله ومصطفى. ولا يعني أننا لا نهنئ في مثل هذه المناسبات أننا يعني نضمر شرا للآخر، وإلا فإن أحلى الناس كلاما هم المنافقون. المنافقون أعذب الناس لسانا، وفي مثل هذه المناسبات هتجد بقى اللي يتكلم ويحسن الكلام، ولكن العبرة بالصنيع، العبرة بالصنيع وليست العبرة بالكلام. يعني ما تقعدش تهنئ وتسيء إليهم، وإنما ينبغي أن تبرهم، وهي زيادة عن القسط لمن لم يصد عن سبيل الله، لمن لم يناصبك العداء في دينك، لم ينهانا المولى سبحانه أن نبرهم. فأرجو أن احنا ننتبه لذلك. لا يعني عدم التهنئة بهذه الأعياد إن في أدنى إضرار أو ظلم يقع بمثل هؤلاء، لكن هذا أمر من أمور الدين لا ينبغي أن نداهن فيه ولا أن نبتغي به إلا وجه ربنا سبحانه وتعالى. بل هناك أعياد تصادم عقيدتنا. يعني لو قلنا عيد القيامة هذا، هل في معتقد المسلمين أن المسيح قد مات ثم بعث بعد موته؟ ده يناقض العقيدة الإسلامية، فينبغي أن نحذر من ذلك. ومن ثم فما أدين لله عز وجل به أن الأعياد في الإسلام أعياد توقيفية، وأن الأعياد التي شرعها المولى سبحانه وتعالى لنا هي عيد الأضحى وهي عيد الفطر. وأقول هذه المخالفات لا تحدث عند غيرنا بل امتدت إلينا. احنا عندنا في الإسلام الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نحتفل به ولا نتخذ منه مناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أيمن، استاذ دكتور، انا لو في واحدة يعني انتاج في تعامل بيني وبينها وحصل بينا شحناء، حصل في خصام، لو انا خلاص الخصام ده يعني ما فيش خصام، لكن عبارة عن الناس ألقى السلام عليها وخلاص، لكن هي مثلا هي ما بتبادرش السلام او كده، في غلط لو يعني ينطبق عليها حديث اللي هو بتاع يعني جزاء المتخاصمين وكده، يعني لازم في كلام بينا متواصل، ولا السلام ممكن يكفي وخلاص؟ وهل لو قطعت السلام عشان هي ما وصلتش السلام عليا يبقى دي في غلط؟ استمري في القاء السلام وبيل. نعم. القي السلام وانا هبين لحضرتك ان شاء الله. طيب تمام. عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي فضيلتك يا شيخ؟ الله يحفظك. اتفضلي يا حاج، اتفضلي. بقول لحضرتك كنت عايزه اسال حضرتك سؤال بس في الورث وكده. دلوقتي احنا بنتين وثلاث صبيان. عندنا بيتين، واحد ب 55,000 وواحد ب 35. ففي ولد مع البنتين في بيت، وفي ولدين في بيت، البيت اللي هو اغلى. المهم يا شيخ، في ولدين خلاص خلصوا بعض بالبيت اللي هو الكبير شويه، والولد الثاني فاستنقص حقه شويه لان البيت بعد كده سعره زاد. فالام الوالده والدتنا يعني هتساعد الاخ بفلوس زياده شويه، هل الفلوس الزياده دي هتبقى ايه بعد كده؟ هل هي هبه دلوقتي للاخ ده ولا ايه؟ فهي هتبقى ورث ولا هبه؟ هي الام خايفه من حساب ربنا بعد كده يعني. حاضر. حضرتك فهمت سؤالي؟ فهمت ان شاء الله. متشكره جدا. شكرا لله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عشان نختم هذا السؤال وننتقل الى سؤال الاخ الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو. اتفضلي السؤال، اتفضلي. لو سمحت. معلش. ايوه يا شيخ لو سمحت. سامعك، اتفضلي. دورة عندي بتنزل نقطة وتقعد 4 أيام ما تنزلش خالص. وتتكرر الموضوع ده كذا مرة مثلا، وبعد كده بتنزل عادي. هل الأيام اللي هي ما بتنزلش فيها دي هيبقاش فيه أي حاجة؟ حضرتك دلوقتي لما شفتي الحيض، أنت عارفاه مش كده؟ ايه؟ يعني الدم اللي أنت شفتيه أول مرة ده دم حيض. أيوه.
طيب تمام تمام. طالما الحيض جالك الحيض بيفضل عليك لحد ما تشوفي امارات الطهر تمام. يبقى قاعد يوم الدم ما ينزلش، يومين الدم ما ينزلش، طالما ما شفتيش امارات الطهر يبقى اللي عليك ضحيض تمام. يبقى اصلي يعني ولا لا؟ ما تصليش، ما فيش اي حاجه خالص خالص. يعني حضرتك لما بتنزل النقطه دي في الاول، بعد كده بتشوفي امارات الطهر ولا ما بتشوفيش؟ بيبقى فيه سبحان الله، بس بيعديها بيومين ثلاثه. معلش معلش، ما حضرتك مش لازم الدم يفضل ينزل بقى متتابع كده. طيب فان شاء الله ده كده كل دي دوره وما تصليش فيها ان شاء الله، وهبين لك الاجابه باذن الله. بس ارجو تخلي بالك من الاجابه ان شاء الله عشان تنتبه ليها باذن الله. طيب بالنسبه لي الاحتفال بعيد المسيح عليه السلام، اولا لا يعرف ميلاد المسيح، يعني ده امر كما لا يعلم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم الثاني عشر من ربيع الاول الذي نحتفل فيه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو على الراجح يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم وليس يوم مولده، ولا يسوغ ابدا ان نحتفل بميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما اخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى برضه سيرنا على نهجهم، احتفلوا بميلاد نبيهم عليه افضل الصلاه وازكى السلام، فاحتفلنا ايضا بميلاد نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يفعل ذلك الصحابه هم اشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبه لسؤال الاخ اللي بيتكلم عن صلاه الوتر، بيقول الهوتر بثلاث ركعات او خمس ركعات او سبع ركعات، بيقول هل كل ركعه هقرا فيها بالفاتحه وبصوره؟ بالنسبه لصلاه الليل فهي مثنى مثنى، الصلاه نفسها اللي هو قيام الليل مثنى مثنى، فاذا اراد ان يوتر له ان يوتر بركعه، له ان يوتر بثلاث ركعات، والثلاث ركعات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاتصال فيهن، يعني يصلي ثلاث ركعات يقرا في الركعات الثلاثه بالفاتحه وبما يسر الله له كسورة الأعلى كما ورد وسورة الكافرون والإخلاص، ثم بعد ذلك يسلم بتشهد واحد هو التشهد اللي هو الأخير في الركعة الثالثة. يبقى لا يجلس زي المغرب كده يجلس للتشهد الأول، الوتر بيكون ركعات متصلات. طب لو صلى خمس ركعات برضه يصليهم بتسليمة واحدة فقط. طب الصورة الثانية لصلاة الوتر إن هو يصلي ركعتين ويصلي ركعة يوتر به. طب هيصلي أربع ركعات يبقى اتنين واتنين ويوتر بواحدة. طب عايز يوتر بخمسة، يجوز يكون الخمس ركعات متصلات بتشهد واحد، ويجوز إن الخمس ركعات اتنين اتنين ويوتر بواحدة. يبقى صلاة الليل مثنى مثنى، هذه تحمل على إيه؟ على قيام الليل نفسه. أما الوتر فيجوز أن يصلي بركعة أو بثلاث ركعات متصلات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت عنه الزيادة أيضا، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لسؤال الأخ الكريم اللي هو اشتري لي وأربحك، يقول هل هذا من التاجر أم من غير التاجر؟ هذا الأمر لا يلزم أن يكون من تاجر، وإنما يمكن للإنسان أن يقول لآخر اشتري لي وأربحك، يعني يريد سيارة يقول الإنسان آخر اشترها لي وأنا أربحك أزيد عليك فيه. ولكن أرجو أن ينتبه الأخ الكريم السائل إلى أن هذا لم يقل به من أهل العلم إلا الشافعي عليه رحمة الله، والله أعلى وأعلم. يعني هذا مبلغ علمي أن الذي قال بذلك هو الإمام الشافعي، وهذا من مفردات مذهبه. عندنا في كل مذهب كده تجد في المذهب له مفردات لم يشاركه غيره فيه. يعني عند الحنابلة مثلا وجوب التسمية على الوضوء هذه من مفردات مذهب الحنابلة، الفقهاء كلهم قالوا بالاستحباب التسمية على الوضوء، الحنابلة أوجبوا التسمية وقالوا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث طبعا احنا عارفين الحديث أصله ضعيف مختلف فيه، ومن أهل العلم من حسنه لكثرة طرقه، وبعض أهل العلم انفرد بتصحيحه. الحديث ها هنا الفقهاء على العمل بخلافه حتى مع القول بأنه حديث حسن،
لأنهم رأوا أن التسمية على الوضوء تحمل على الاستحباب، وإن نفيها هنا نفي الكمال لا نفي الصحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني النهي أن يصلي وهو حاقب لا صلاة بحضرة طعام إلى غير ذلك. ليس المقصود هنا نفي الصحة، بل المقصود نفي الكمال، والله سبحانه أعلى وأعلم. من مفردات مذهب الشافعية كما نعلم هذه المسألة اللي هي مسألة اشتري لي وأربحك، لكن الإمام الشافعي عليه رحمة الله اشترط فيها شروطا، منها أن يكون المشتري بالخيار، يعني الرجل اللي هيشتري السلعة لا يلزم الإنسان الذي قال اشتري لي وأربحك بأن يشتريها منه، ولا يجوز له أن يرجع عليه به، وإلا كانت المعاملة محرمة عند الشافعي عليه رحمة الله. يبقى إذن اشتري لي وأربحك، المشتري له الخيار يشتري أو لا يشتري. طب أنت اشتريت السلعة وما خدهاش، يبقى أنت وشأنك. لكن لشدة الأسف أن برضو بعض الفقهاء اللي بيحاول أن هم يوفقوا بين المذاهب مع اختلافها في المسألة الواحدة، ويخرجوا بمذهب لم يقل به لا هؤلاء ولا هؤلاء، جمعوا بين مذهبين، بين مذهب المالكية في الوعد الملزم، وبين الشافعية في جواز صورة هذه المعاملة اشتري لي وأربحك، ومزجوا بين المعاملتين، ومن هذا المزج خرجوا لنا بمذهب جديد لم يقل به لا المالكية ولا الشافعي. المالكية عندهم صورة اشتري لي وأربحك محرمة، دي صورة ربوية محرمة. الشافعي عندهم لا يجوز الوعد الملزم، وشرط صحة هذه المعاملة أن يكون للمشتري الخيار بين إمضاء العقد وبين العدول عنه بغير عوض. لكن هؤلاء خرجوا لنا بمذهب جديد فيه الوعد الملزم مع اشتري لي وأربحك، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم الأقدمين. فهذه هي المسألة، اشتري لي وأربحك، اشتري لي السلع ديت وأشتريها منك بعد ذلك، يمكنك أنك تقسطها علي وأزيد لك في الثمن، تشتريها نقدا وتبيعها لي نسيئة، إلى غير ذلك من هذه الصور الذي انفرد بذلك هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله، واشترط ألا يجبر الإنسان على شراء السلعة، إنما يكون له حق الخيار، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم يسأل سؤالا أيضا، يقول أيهما أولى، شهادة الجنازة أم درس العلم؟ أقول والله سبحانه أعلى وأعلم، شهادة الجنازة أولى، شهادة الجنازة أولى، لأن هذا آخر حق للميت على أخيه، آخر حق للميت على أخيه وعلى إخوانه هي صلاة الجنازة، وفيها أجر عظيم، وهي شفاعة من الحي للميت، وندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكثير الصفوف عليها. ودرس العلم إن فاتك يمكنك أن تحصله بطرق أخرى، وسائل التسجيل تيسرت الآن وانتشرت، فيمكنك أن تحصله فتكون قد جمعت بين الفضيلتين. وتعلم أن من صلى على الجنازة له قراط، القراط مثل جبل أحد، ومن تتبعها فله مثل هذا الأجر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يعلم بهذا الحديث، فلما سمعه من أبي هريرة كأنه استنكره، فأرسل إلى أم المؤمنين رضي الله عنها يسألها حفصة أو عائشة، لا أذكر الحقيقة يعني عندي وهم الآن، فأرسلت إليه تؤكد ما حدث به أبو هريرة، فقال كم فرطنا في قراريط. لهذه الأسئلة أجبنا عنها، يعني الأخ الكريم اللي قال أنه اتصل قبل ذلك أجبنا عن أسئلته حتى لا يغضب، وأرجو أن يلتمس العذر، يعني الأسئلة بتكون اللي يقدر يجاوب عنها الإنسان أسئلة محددة، وتأتي أسئلة كثيرة فلا يتسع الوقت له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. تفضلي يا حاج. ألو. تفضلي يا حاج. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت، أنا عندي شقة صغيرة. شقة صغيرة، أوضة التلفزيون بس، وطي التلفزيون يا حاجة عشان بس تعرف تسمعيني يا حضرتك. ألو. تفضلي. سمع. عندي شقة، لو سمحت، أنا عندي شقة أوضة وصالة تمليك صغيرة، وعندي بنت وحدانية عايزة أكتب لها الشقة دي، هل يصح ولا لا؟ هي مفيش غيرها، وبعدين اتربت بعيد عني، عايزة أعوضها بالشقة الصغيرة دي.
طيب يا حاجة حضرتك دلوقتي في عند حضرتك حاجة تانية غيرها ولا دي بس الحاجة؟ أنا ما عنديش إلا بنت واحدة بس، وعندي إخواتي دول ما بيحبونيش وبعيد عني وما فيش اتصال خالص، وهي بنت وحدانية. أنت عندك حاجة غير الشقة؟ نعم. عندك حاجة غير الشقة؟ عندي مبلغ في البنك. حاضر. وعايزة تجاوب لي الله يبارك لك، هي بنت واحدة بس وأبوها خدها وهي صغيرة. فهمت السؤال يا حاجة. حاضر. بعيد عني، عايزة أعوضها بس. حاضر حاضر. الأخت الكريمة اللي بتسأل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. الله يرفع قدرك ويحفظك. اتفضل حضرتك. بس كنت عايز أسألك بس الدعاء لأختي اللي يعني مش عارفين يعني بيجي لها عرسان كتير وناس كتير وكده، وفي آخر الموضوع بيبقى ماشي. ما تشغلش بالك بهذا الكلام. آخر لحظة بتتهد. ما تشغلش بالك بهذا الكلام، إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني أصل في ناس بيقولولنا ما سيبك من الكلام ده بقى، سيبك من الكلام ده خالص، إن كل شيء خلقناه بقدر. وهي برضو بقى يعني مش قبل النصيحة برضو، وبنقعد نكلمها وأبوها وأمها وقواتها سبحان يعني الله. إحنا من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، مش كده؟ من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقدر. ربنا سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض خلق القلم وخط المقادير، كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر. فهنتكلم في إيه؟ مكتوب لا تتزوج من إنسان معين، لا يمكن تتزوج من غيره أبدا. لو جالها 10,000 عريس كل يوم، سبحان الله. مش مكتوب لا تتزوج، لن تتزوج يعني. واعلم أن الإنس والجن إن اجتمعوا لينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فده أمر ينبغي إن احنا نؤمن به، نؤمن بالقدر، وده الإيمان العملي، التطبيق العملي. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام، خلاص ده أمر كتب، أمر كتب وانتهى قبل خلق الإنسان. اللي بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل، إن عندها 3 أولاد من زوج آخر ولم تنجب من زوجها، وعنده أبناء ذكور عندهم 16 سنة وهي منتقبة، ف أول شق بتسأل فيه هل يجوز أنها تجلس أمام أبناء زوجها هكذا بغير نقاب؟ أقول أن سبب التحريم في الإسلام عندنا أحد 3 أسباب. التحريم عندنا في الإسلام، المرأة تحرم على الرجل بأحد 3 أسباب. السبب الأول النسب. النسب سببه الولادة، مجرد ما الإنسان يولد من امرأة بتحرم عليه لأنها أمه، وتحرم عليه أمها لأنها جدته اللي هي أم أمه، هي أيضا أم له. حرمت عليكم أمهاتكم. الأم المقصود بها كل أنثى لها ولادة على الإنسان، يبقى الأم وأم الأم وأم الأب وإن علونا. نيجي بعد كده هنجد للتحريم، عفوا سؤال، أنا كده مش هلحق أجاوب عن الأسئلة، فالإخوة اللي بيتصلوا يعذروني بقى في إيه؟ في عدم الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ الله يحفظك يا حاجة. تفضل. بقول لحضرتك، جوز بنتي غلط فيا مرتين، والمرتين جه اعتذر فيهم. نعم. وبعدين هو سكته فيها مشاكل، ولسانه تقريبا كده مع أهله برضه. فالمرة التالتة غلط غلط فظيع جدا، يعني ما حدش عمله في حياته فيا أبدا. وخلاص أنا قلت إيه، أنا مسامحة بيني وبين نفسي. طلب يعتذر، فأنا قلت له أقولي له إن أنا مسامحة، لكن أنا مش عايزة أرجع صلة بيني وبينه، إن يبقى فيه اختلاط عشان ما يغلطش تاني وتالت وعاشر بقى، عشان كفاية كده. هل ده فيه ذنب عليا أنا بقى كده؟ لا، أنا مش عايزة ولا هو يدخل بيتي ولا أنا أدخل بيته، خلاص عشان ما يغلطش فيا تاني، بيغلط طيب غلط صعب انت قوي. انت حضرتك يا حاجه برضو يعني بالنسبه لك انت مش مخطئه على الكلام اللي حضرتك بتقوليه، وهو مهما حدث ما يغلطش في حضرتك ابدا. لا ده مبدا فظيع جدا، وانا ما اقدرش اتحمله من اي حد. لا خلاص، ده حقك ان شاء الله. يبقى حقي انا اللي انا قلت انا مسامحه في حقي، ولكن مش عايزه احتك بيه تاني. ما انت حضرتك انت محقه في ذلك، هو لازم يعرف النهارده ان هو اخطا، واخطا في والدته، لان حضرتك مقام امه. انا سمعت ان هو طلب ان يعتذر وانا قلت لا. ما حضرتك احنا ما ينفعش كل يوم ان يشتم ويهزق. ما تكررش تاني بقى، خلاص كفايه. بس حضرتك برضو بالنسبه لبنتك ما يكونش ده ليه تاثير لا في صلاتها بزوجها ولا صلاتها بحضرتك. معايا حضرتك؟ طيب انا الاخت الكريمه السائله يعني تحرص على صله بنتها الطيبه بزوجها رغم خطئه، يعني ما تحاولش بقى ان البنت تاخد موقف عشان والدتها وتفسد حياتها، وربنا يهدينا واياها.
السبب التاني للتحريم، احنا بنقول بمجرد الولادة بقت دي عمته دي خالته دي اخت ابوه دي اخت امه، امتدت وتشعبت الحرمة بسبب الولادة. اول ما ولد اللي هو النسب يعني نشأت هذه الصلة من التحريم. الصلة الثانية تكون بالرضاع، مجرد ما امرأة ترضعه نشأت صلة وعلاقة متشابكة من التحريم. المرأة اللي رضعته بقت أمه من الرضاع، أمها بقت جدته من الرضاع، أم زوجها بقت جدته لأبيه من الرضاع، بنتها سواء اللي اتولدت أو اللي هتتولد بقت أخت هذا الصغير من الرضاع تحرم عليه، إن كان ليها من زوج تاني بنات بقوا إخواته للأب للأم من الرضاع، إن كان زوجها متجوز واحدة تانية بقت إخواته من الأب من الرضاع، شبكة كبيرة تمتد من الرضاع. السبب الثالث عندنا في الإسلام للتحريم التحريم بالمصاهرة. أول ما الإنسان يذهب إلى امرأة يعقد عليها، مجرد ما عقد على هذه البنت حرمت عليه أمه، أمها تحرم عليه، بقت محرمة عليه الأم مجرد ما عقد على بنتها. أول ما عقد على هذه الفتاة حرمت على أبيه على التأبيد، يعني لو ما حصلش زي بيقول نصيب وطلقها قبل الدخول صارت أجنبية بالنسبة إليه، لكن بالنسبة لأبيه تظل علاقة التحريم قائمة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى يورث الأرض ومن عليه. يبقى هذه العلاقة علاقة المصاهرة بتتم بناء على عقد النكاح. الأخت الكريمة السائلة أول ما تزوجها هذا الرجل بنات حضرتك النهاردة بقوا محرمات عليه، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مجرد ما دخل بحضرتك من الأربع سنين اللي فاتهم بنتك بقت زي بنته بالظبط، مجرد ما عقد على حضرتك ابنه بقى متحرم عليك زي ابنك. المولى سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول عن نكاح امرأة الأب إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. الزنا ربنا سبحانه وتعالى لم يقل عنه هذه الأوصاف الثلاثة بل وصفه بوصفين، فزواج امرأة الأب أشد حرمة عند الله عز وجل من الزنا. وفي حديث البراء بن عازب لما تزوج رجل بامرأة أبيه بعد موته أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليحصي ما له ويضرب عنقه لردته عن الإسلام، لأنه يعني أتى من الإسلام ما هو معلوم من الدين بالضرورة اللي هو تحريم نكاح امرأة الأب. فحضرتك تعودي مع أولاد زوجك دول ولادك بالظبط، وحرمتك عليهم كحرمة أمهم، وحرمتهم عليك كحرمة أبنائك، فده ما فيش أدنى مشكلة هنا. وبالنسبة لولادك وزوجك هم أولاده برضو، البنات محرمات عليه بمجرد أن دخل بك. لكن اللي هنا ننتبه إليه ولادك وولاد زوجك دول أجانب عن بعضهم البعض، يعني ابنك ما ينفردش ببنت زوجك ولا ابن زوجك يخلو بابنتك، لأن دول أجانب عن بعض وينفع الاثنين يتزوجهم، ينفع الاثنين يتزوجهم. ولو وقع هذا الزواج هنجد شبكة جديدة من العلاقات، هيبقى خاله وهو عمه، خاله الولد اللي هيتولد خاله يبقى عمه، هتبقى علاقة إيه غريبة شوي. فأرجو أن الأخت الكريمة تنتبه إلى هذه المسألة، بالنسبة لها فيش أدنى مشكلة، مشكلة بالنسبة لبناتها مع أولاد جوزها وبالنسبة لبنات جوزها مع أولادها، ده اللي تكون حريصة. دول أجانب عن بعض لابد يكون في ضوابط شرعية في التعامل، يعني لو كان في بنت منتقبة منهم ما تكشفش وشها قدام حد من الولاد التانيين، والله أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن مسألة الميراث بعد إخوتها، البنت بعد ما اتجوزت بسنتين تقريبا ادولها ربع فدان، بعد كده قالوا أخوكوا هيتظلم، فقالوا خلاص ياخد الربع فدان هو ويديلها 10,000 جنيه. وده بداية الغلط. بداية الغلط هنا ان ربنا سبحانه وتعالى ما قالش اشتري من اختك ورثها، بل قال رب العزة سبحانه مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. يبقى الاب ساب كتير ساب قليل، البنت تاخد نصف نصيب اخيها، مفيش حاجة اسمها ان هو ياخد الارض منها ويديلها فلوس. ربنا لم يأمرك بذلك، ما أمركش انك تشتري منها الارض. هل ينفع انت تدي لها النص فدان بتاعك وتاخد 20,000 جنيه انت؟ منفعش، لا يجوز ابدا بحال من الاحوال.
ربنا سبحانه وتعالى قال مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا، اديلها حقها، اديلها نصيبها اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه لها. لكن ان انت تشتري منها وبثمن بخس فدان ب 100,000 يتاخد الربع بدل 25 ب 10، ما ينفعش. سؤال، فارجو ان ننتبه لهذه المساله، ما ينفعش ان هم يشتروا منها وجه الاخ مات. طب سبحان الله، الابناء ياخذوا عظه وعبره. ادي الارض لعمتك، رجع لها ارضها، انما عايز تاخد الارض برضه وب 12,000 جنيه، طب بيع انت الفدان اللي عندك مش ب 24,000 لا ب 50,000، هترضى؟ بالنسبه للاخ اللي بيسال على مساله المقابر، الاخوه الحقيقه اخبروني ان فاضل الاخ اللي بيقول لي اختم، والحقيقه يعني اجيب في عجاله هذه المساله، لا يجوز انتهاك حرمه المقابر، ولا يجوز ان الانسان يغير القبله الوجهه القبر الى القبله، هو دفن وانتهى وله حرمه، ولا يجوز انتهاك هذه الحرمه، ولا يجوز ان انت تهدم هذا القبر لتعيد بناؤه على القبله، مفيش مصلحه من اللي انت بتعمله ها هنا. هدم المقابر لهذا السبب لا يجوز بحال من الاحوال، والحقيقه انا اعتذر لانتهاء الوقت، وهذه المساله افصلها بامر الله سبحانه، والمسائل الأخرى التي بقيت معنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان. علم و